بنتاغون مع رغم انه يتابع حركه هذا الصاروخ لا يستطيع من الان ان يؤكد سيسقط في مكان كذا والساعه كذا ويوم كذا ابدا. هو قبل ما ان يصيب سطح الارض بساعات قليله عندها يتم التاكد اين المكان الذي سيسقط فيه. طيب علميا يعني لا سمح الله اذا حدث هذا الامر ولم يسقط في البحر وسقط في اليابسه، ما الاضرار التي يمكن ان يحدثها؟ لانه هو تقريبا 22 طن، يعني هل تمتد الاضرار على مساحه مئات الكيلومترات ام عشرات الكيلومترات؟ يعني الان لو تصورنا ستي انه طائره بوينغ 747 سقطت في مدينه وكانت سرعتها عاليه جدا، طبعا ستؤدي الى حصول يعني مشاكل، يعني تدمير لبيوت، تدمير لمنازل، تدمير لمناطق منشآت الى اخره. اذا سقطت بالتربه باليابسه بعيدا عن المدن سيؤدي الى حصول حفر وربما بعض الاشعه والحراره، طبعا ممكن يكون في اشعه، ممكن يكون في اشعه ضاره لانه هذا الصاروخ يحمل اشعه ومواد مشعه، وبالتالي اذا سقط في مدينه سيؤدي الى حصول مشاكل لابد يعني، ولكن نامل ان لا يسقط في المدن، ان يسقط في البحار والمحيطات او على الاقل في يابسه غير ماهوله. طيب غير مأهولة. لماذا يصعب تدمير هذا الصاروخ حين يدخل المجال الجوي الارضي؟ الان التكنولوجيا الحديثه وحرب النجوم لا يستطيع تكنولوجيا أن يدمر الصاروخ وهو في الفضاء، لا يستطيع، ليست لدينا التكنولوجيا الحالية بحيث أنه يدمر الصاروخ. أمريكا عندها تكنولوجيا؟ ليست لديها تكنولوجيا، أنا أقول للكرة العالم الإنساني، العالم البشري، ليس لديها تكنولوجيا أن تدمر الصاروخ بالفضاء، والمشكلة الأكثر ستي، لا قدر الله ممكن ندمره يزيد التأثير علينا أكثر، أنه يسقط يعني بشظايا تكون موزعة على مناطق واسعة على الأرض. شكرا عموما، إن شاء الله ما يقع على أي منطقة مأهولة ويقع في المحيط. سيد عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأنها تتعقب مسار صاروخ لونغ مارش 5B الذي أطلقته الصين يوم الخميس الماضي وبات خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض. وتوقع ان شاء الله انه يبتعد عن مصر ويسقط في البحر او في مكان خالي. السلام عليكم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأنها تتعقب مسار صاروخ لونغ مارش 5B الذي أطلقته الصين يوم الخميس الماضي وبات خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض. وتوقع البنتاغون بأن يدخل الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى بحلول يوم السبت المقبل، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن توقع المنطقة التي سيسقط فيها إلا بعد عودته للغلاف الجوي، مشيرا إلى وجود مخاوف من سقوطه في مناطق مأهولة. معنا من عمان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عماد مجاهد. مساء الخير سيد عماد مجاهد، ربما هذه إحدى المرات التي يثير فيها صاروخ من هذا النوع كل هذه المخاوف، هل يمكن أن يسقط في أماكن مأهولة؟ مساء النور. طبعا يعني هو سيسقط على الأرض لا محالة، ولكن أين سيسقط؟ حقيقة يعني عادة يعني العلماء يعتقدون بأن هناك طبعا 72% من سطح الكرة الأرضية بحار ومحيطات، فنأمل أن يسقط في البحار، ولكن هذا لا يعني أنه لن يسقط باليابسة، فأن يسقط في اليابسة لا سمح الله وأن يسقط على مدن هذا أمر وارد. وبما أنه سيسقط طبعا حجم الصاروخ بحجم طائرة البوينغ 747 تقريبا طوله حوالي 30 متر، وبالتالي إذا سقط طبعا السرعة هنا السرعة ليس فقط الحجم، السرعة ستكون عالية جدا، وإذا لا سمح الله سقط على مدن سيؤدي إلى حصول كارثة. طبعا لا يعني تدمير المدينة بأكملها، ولكن سيؤثر على عمارات، على مباني، على أشخاص، سيحدث كارثة. اسمح لي سيد عماد، يحدث كارثة بسبب الوقود أم بسبب المواد التي يحملها؟ لأنه الصاروخ كان يعني رايح من أجل بناء محطة فضاء، كان ذاهبا إلى الفضاء، أطلق إلى الفضاء من أجل بناء المحطة الصينية، صحيح؟
نعم، هو حقيقة ليس فقط يعني البترول اللي فيه، وإنما قوة الاصطدام. الصاروخ سريع جدا، والسرعة العالية هذا يعني إذا سقط على منطقة سيؤدي إلى يعني حدوث يعني مشاكل كبيرة بسبب السرعة العالية. السرعة العالية هي السبب أكثر من البترول اللي موجود فيه. أيضا وزنه ليس بالسهل، وزنه طيب ليس كيف سهلا، وصل الأمر وبالتالي إذا سقط نعم. كيف وصل الأمر سيد عماد مجاهد إلى مرحلة فقدان السيطرة على الصاروخ؟ لأنه عادة هذه الصواريخ تكون مبرمجة تسقط مثلا في المياه، في البحار، في المحيطات. الآن هذه الصواريخ تكون مهندس لها ومهيئ لها مكان معين أو فلك معين تدور به حول الأرض. وهذا الصاروخ هو الأول من نوعه على فكرة، هي أول صاروخ يتم إطلاقه من محطة الفضاء الصينية من هذا النوع. وبالتالي يبدو أن الخبرة لدى المهندسين المسؤولين عن هذا الصاروخ ليست كافية، وبالتالي عندما وضع في المدار لم يوضع بالمدار بشكل صحيح، وهذا أدى إلى خروجه عن مداره. وإذا خرج عن مداره لا يمكن لأحد أن يتحكم به، لا محطة فضاء أرضية ولا محطة فضاء دولية. وبالتالي أصبح الآن هو تائه، أنا أستطيع أن أقول أنه تائه في الفضاء، وسيقترب من الأرض ما بين يوم السبت إلى الاثنين القادم، وخلال هذه الفترة يتوقع أن يسقط على الأرض. الآن أين يسقط؟ لا أحد يعلم، إلا قبل أن يسقط بالفعل بساعات قليلة. يعني لا يستطيع الآن البنتاغون رغم أنه يتابع حركة هذا الصاروخ، لا يستطيع من الآن أن يؤكد سيسقط في مكان كذا والساعة كذا ويوم كذا أبدا. هو قبل ما أن يصيب سطح الأرض بساعات قليلة عندها يتم التأكد أين المكان الذي سيسقط فيه. طيب علميا يعني لا سمح الله إذا حدث هذا الأمر ولم يسقط في البحر وسقط في اليابسة، ما الأضرار التي يمكن أن يحدثها؟ لأنه هو تقريبا 22 طن، يعني هل تمتد الأضرار على مساحة مئات الكيلومترات أم عشرات الكيلومترات؟ يعني الآن لو تصورنا ستي أنه طائرة بوينغ 747 سقطت في مدينة وكانت سرعتها عالية جدا، طبعا ستؤدي إلى حصول يعني مشاكل، يعني تدمير لبيوت، تدمير لمنازل، تدمير لمناطق منشآت إلى آخره. إذا سقطت بالتربة باليابسة بعيدا عن المدن سيؤدي إلى حصول حفر وربما بعض الأشعة والحرارة، طبعا ممكن يكون في أشعة، ممكن يكون في أشعة ضارة لأنه هذا الصاروخ يحمل أشعة ومواد مشعة، وبالتالي إذا سقط في مدينة سيؤدي إلى حصول مشاكل لابد يعني. ولكن نأمل أن لا يسقط في المدن، أن يسقط في البحار والمحيطات، أو على الأقل في يابسة غير مأهولة. يابسة طيب غير مأهولة. لماذا يصعب تدمير هذا الصاروخ حين يدخل المجال الجوي الأرضي؟ الآن التكنولوجيا الحديثة وحرب النجوم لا يستطيع تكنولوجيا أن يدمر الصاروخ وهو في الفضاء، لا يستطيع، ليست لدينا التكنولوجيا الحالية بحيث أنه ندمر الصاروخ. أمريكا عندها تكنولوجيا؟ ليست لديها تكنولوجيا، أنا أقول للكرة العالم الإنساني، العالم البشري، ليس لديها تكنولوجيا أن تدمر الصاروخ بالفضاء. والمشكلة الأكثر ستي لا قدر الله ممكن ندمره يزيد التأثير علينا أكثر، أنه يسقط يعني بشكل